السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وجمعة مباركة عليكم جميعا. هتكلم عن الأدوية اللي هي منتهية الصلاحية، لأن ما زال بعض الناس بيسألوا عن الأدوية منتهية الصلاحية، هل ممكن استخدامها بعد انتهاء الصلاحية ولا لا؟ هي العملية إن أنت الشخص بيعمل معادلة ما بين التكلفة بتاعت الدواء والمفعول، يعني لما يكون دواء رخيص او ثمنه مش غالي ما تسالش بقى، ارميه على طول لو ايه لو تاريخ الصلاحيه انتهى. دي حاجه. في ادويه ممنوع تستخدمها بعد انتهاء تاريخ الصلاحيه، وهي القطرات والسوائل. واكتر من كده، الادويه السائله والقطرات مش بس تاريخ الصلاحيه، لا، لما تفتح العلبه وبعد ما تفتحها في فترة معينة الشركة بتحددها لازم تستخدمها خلالها من أسبوع إلى أسبوعين. وده يعني أنا لاحظت فيه كتير جدا، تبص تلاقي فاتحين التلاجة والتلاجة مليانة أدوية شرب بتاعة الأطفال، دواء سخونية ومضادة حيوي وحاجات كده، والدواء مفتوح بقاله مثلا شهر ولا شهرين، ويقول لك ده لسه تاريخ الصلاحية. لا، تاريخ الصلاحية ما جاش صحيح، بس الإزازة اتفتحت، والسوائل الأدوية السوائل والقطرات لما تفتح الإزازة بتاعتها لازم تستخدمها خلال الفترة اللي بتحددها الشركة، اللي أنا بقول اللي هي ممكن تكون من أسبوع إلى أسبوعين. طب واللي يسأل، طب والضرر بتاعها إيه؟ هل هي مضرة؟ إحنا مش مسألة مضرة بس، ممكن ما تكونش مضرة، بس الضرر يجي إزاي؟ بتكون هي مش فعالة، يعني عندك ابنك أو بنتك سخنة، تديها دواء صحيح مش هيموتها، بس في نفس الوقت مش فعال، يبقى انت اذيت بنتك ولا لا؟ السخنه بتديها دواء وتستنى ان هي تتحسن ولا حاجه؟ ما بتتحسنش، لان الدواء اللي انت اديته لها مش فعال او فقد 20% او 50% من الفاعليه بتاعته، فاذا ماليش لازم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان تستخدم دواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه لازم تكون متأكد هو اتخزن فين. هل انت ضامن اتخزن فين او ازاي؟ انت عارفين شروط التخزين ايه بالنسبة للدواء عشان يظل صالح؟ اول حاجة، الدواء بفساده او صلاحيته بتتوقف على المدة اللي تخزنها بعد انتهاء الصلاحية. يعني مثلا لو اللي بقاله شهر غير اللي بقاله سنة، طبعا اللي بقاله سنة أكثر عرضة إنه ما يكونش فعال أو يكون فسد. المكان اللي تخزن فيه لازم يتخزن في بعيد عن الضوء المباشر، في درجة حرارة مناسبة حسب ما بتحدد الشركة. أحيانا الشركة تقول لك خزنه في التلاجة، وأحيانا تقول لك في درجة الغرفة. المكان ما يكونش رطب، يعني لازم يكون مكان جاف. مثلا في ناس كتير بشوفها مخزنة الدواء في الحمام، عاملة كده رف في الحمام ولا فاترينا كده، ويقول لك الدواء متخزن هنا طوارئ. طب الحمام ده من الحتت اللي درجة الحرارة في الرطوبة فيه بتعلى جدا، وبنقول التخزين ما يكونش في مكان رطب قوي. درجة الشمس أو الضوء، ممنوع برضو تعرض الأدوية للضوء، ولذلك تلاقي بعض الأدوية أو كثير منها محطوطة في، لو كانت في إزاز، محطوطة في إزاز داكن عشان تحميها من الأدوية. ده بالإضافة زي ما قلت كده إن في أدوية ممنوع تستخدم بعد تاريخ الصلاحية، وهي القطرات والسوائل. وإذا اتفتحت هذه الأدوية حتى لو كان لسه فاضل على الصلاحية سنتين، لا، بعد ما فتحتها بأسبوع أو أسبوعين لازم تخلص. ما خلصتش بترميها أحسن، لأن أقل شيء إنها مش هتكون فعالة. ففي حاجة تانية، في إن الأدوية ممنوع تخزنها في أماكن معينة، ممنوع تتخزن في السيارة، لأن في السيارة في الصيف درجة الحرارة بتبقى عالية جدا. ممنوع تتخزن في الحمام، ممنوع تتخزن جنب شباك الشمس داخلة منه. كل الحاجات دي تعتبر ممنوعات. ففي النهاية بنوزن الأمور، يعني ابنك عيان أو أنت عيان أو أختك عيان أو مراتك عيانة، بتشوف هل الدواء ده يستحق أن أنا أستخدمه ولا أرميه وأجيب دواء جديد. فالأدوية الرخيصة خليها قاعدة، كل الأدوية الرخيصة
ارموها طالما جه تاريخ الصلاحيه بتاعتنا، لان هي انتهى تاريخ الصلاحيه من مصنعه بقى لها سنتين ثلاثه. ايش عرفنا انا هي كانت متخزنه فين طول هذه السنتين ثلاثه؟ ولذلك الشركات المنتجه ما بتضمن ادويه بعد بيعها، يعني الدواء اللي بيستخدم ويكون فاسد الشركه ملهاش ضمان، لان مش عارف الصيدليه خزنتها فين، شركه توزيع الادويه خزنتها ازاي، والحاجات دي كلها. فزي ما قلت الادويه اللي ثمنها مش غالي قوي بترميها، الادويه الحساسه زي المضادات الحيويه بترميها لو تاريخ الصلاحيه كان انت. وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا. وبعدين الادويه يعني ما ننتبه لها يا اخوانا، ايه اللي يخليني انا استنى سنتين؟ دي حاجه. حاجه تانية، اما تيجي تشتري ما تشتريش دواء مثلا فاضل على صلاحيته شهر، وانت ليه تشتري دواء بقى فاضل عليه شهر ولا شهرين؟ ده معناه انه متخزن بقاله سنتين. اشتري الدواء اللي مصنع بقاله شهر شهرين ثلاثة ولسه تاريخ الصلاحية بتاعته طويل، عشان تضمن انه لو قاعد عندك شهرين ثلاثة أربعة خمسة ممكن تستخدمه بعد كده. وربنا يعافينا ويعافيكم، ما نحتاجش لأي أدوية.